اتفاجئنا اول السنه ان ذا اوردينري بافيه سيرم اتلغى، وطبعا ده كان خبر محزن جدا لكل الناس اللي بتحب الانتي ايجينج لاين سيرمز من شركه ذا اوردينري، لانها فعلا فعاله وكمان افوردبل او رخيصه. ولكن شركه ذا اوردينري مش هتلغيه كده وخلاص، نزلت لنا البديل بتاعه وهو المالتي بيبتايد سيرم بلس هايلورونيك اسيد. هل يا ترى السيرم دوت فعلا فعال؟ هل يا ترى هنفتقد الفيرجن القديمه ولا لا؟ خلينا في الحلقه دي نقول الفروقات بين الاثنين، هقول لكم الروتين اللي نستخدم فيه السيرم الخاص بعلامات تقدم العمر، هقول لكم كمان روتين حلو جدا عامه لكل علامات تقدم العمر، وايه اللي ينفع نستخدمه وايه اللي كمان ما ينفعش نستخدمه مع السيرم ده. فاللي ما يعرفنيش، انا دكتور ناديه، وحشتوني جدا وبجد شكرا على كل الرسائل الحلوه اللي كانت بتجيلي فتره غيابي الفتره اللي فاتت، واي بروميس يو ان الفتره اللي جايه هيبقى كلها فيديوز وحاجات حلوه زي ما انتم طلبتوها مني. كتبت كل حاجه انتم عايزينها وان شاء الله هصورها لكم قريب، فيلا بقى اعملوا لي سبسكرايب عشان نبدا. وطبيعي هبدا كلام عن السيرم اللي متوافر حاليا عشان لو اي حد عايز يشتريه يستفيد من اول الحلقه، وهو ذا اوردينري مالتي بيبتايد سيرم بلس هايلورونيك اسيد. السيرم دوت مميز جدا وفعلا الايفكت بتاعه هايل. من التركيبه بتاعته عرفنا الكلام دوت لانه ببساطه مقاوم لعلامات تقدم العمر، بيساعد على شد البشره، بيساعد كمان على اشراق البشره، والهايلورونيك اسيد طبعا احنا عارفين ان هو بيساعد على زياده ترطيب البشره، فبالتالي شكلها بيكون ممتلئ وبلومبي اكتر. خلينا نقول برده ان هو في مواد بتساعد على إزالة التصبغات، وده أوردينري بيقولوا لنا إن الإفكت بتاعه في خلال 8 أسابيع فقط. فخلينا نشوف بقى مع بعض دلوقتي التركيبة المميزة بتاعته وكل مادة فعالة بتعمل إيه. اوردينري مالتي بيبتايد سيرم بلس هايلورونيك اسيد من احسن السيرمز اللي ممكن نستخدمها لعلامات تقدم العمر. بنستخدمه على الوجه بعد التنظيف بالكامل صباحا ومساء بطريقه الطبطبه زي ما هو موضح قدامكم بالظبط، وطبعا ده بيساعد على ان الجلد يكون مشدود وشكله فيرم اكتر، وكمان بيمنع علامات تقدم العمر اللي ناحيه العين، لان في اربع مركبات مهمه جدا هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. خلونا مع بعض نشوف التركيبه والترتيب بتاع المواد الفعاله فيها. طبعا اول حاجه ميه، تاني حاجة حاطينها هي الجليسرين. الجليسرين مهمة جدا في التركيبة لانه بيحبس المية داخل البشرة وكمان بيساعد على زيادة الترطيب. وخلينا نقول ان السيرم بتاعنا دوت ووتر بيست، يعني مائي، وده بيخليه مناسب لجميع انواع البشرة، ودي تعتبر ميزة هايلة من مزايا السيرم ده. تالت مركب معانا وهو البروبيوتكس او ما يدعى لاكتوكوكس فيرمنت لايزيت، وده عبارة عن بروبيوتك اللي هو الغذاء بتاع البكتيريا النافعة جوه البشرة، بيساعد جدا على تقوية حاجز البشرة وكمان بيساعد على حبس الترطيب جوه البشرة. وبعد لما خلصنا اول ثلاث مركبات مع بعض، نيجي بقى للمركب المين او المالتي بيبتايدز. من اسمها كده انها بيبتايدز متعددة، يعني في منها كذا نوع. خلينا نتخيل مع بعض ان البشرة عبارة عن طوب ومحتاجة تتمسك مع بعض باسمنت. البيبتايدز بتعمل كده، بتمسك خلايا البشرة مع بعض فبتشدها وبتديلها كمان مظهر اقل كتير او اصغر كتير من العمر الحقيقي للبشرة، ودي من اهم الفوائد اللي البيبتايدز بتعملها غير حاجات كتير هقولها لكم دلوقتي بالترتيب حسب الانواع. وطبعا زي ما قلنا ان المالتي بيبتايدز او البيبتايدز الترتيب بتاعها في التركيبة في الاول خالص، لان هي المركب الاساسي او المركب المين، ولكن حاطين منها انواع كتير، اهمها البالميتايل تراي بيبتايد، وده في منه كذا نوع. نمبر 1 ده بيساعد على تحفيز انتاج الكولاجين داخليا، ونمبر 7 بيساعد على شد البشره وتقويه حاجز البشره، ونمبر 38 كل الدراسات بتقول ان هو بيساعد على تحفيز انتاج الهيالورونيك اسيد داخليا، فمش بس بناخده خارجيا عن طريق السيرم، لا كمان ده بيحفز داخليا، وده طبعا الاحسن على الاطلاق، ودي حاجه انا بتكلم فيها على طول في الفيديوز بتاعتي. غير كده كمان في نوعين بيبتايدز ما ينفعش نغفل عنهم ابدا بمنتهى البساطه، لان من كتر ما هم مهمين ذا اوردينري عامله لهم تو سيرمز مختلفه، وهو الماتريكسايل والارجل لاين. هحط لكم لينك حلقه انا كنت عاملاها عن بوتوكس نباتل او ازاي التو بيبتايدز دول او الاثنين بيبتايدز دول بيساعدوا فعلا ان انت ما تستخدميش بوتوكس او ما تحتاجيهوش لاي حقن خارجي عشان تقللي علامات تقدم العمر، خصوصا العلامات بتاعه الجبهه والكروس فيت اللي انا حاطه لكم صورتها دلوقتي على الشاشه. فهو جواه التو بيبتايدز دول الماتريكسايل والارجل لاين، ودي حاجه من الحاجات اللي مهمه جدا اللي بتخلي تركيبه البيبتايدز وفعلا مفيدة جدا للبشرة. ونيجي للشق الثاني في الاسم وهو الهيالورونيك اسيد. خلصنا المالتي بيبتايد، نتكلم على الهيالورونيك اسيد. طبعا بنتكلم عنه كتير جدا وان هو مركب بيساعد على ترطيب البشره داخليا وخارجيا، وبيمتص 1000 ضعف وزنه من الميه، فبالتالي بتكوني مش محتاجه اصلا اكتر من كده ترطيب بالنسبه لبشرتك. وطبعا هو جاي بصوره صوديوم هيالورونيت، وده اصغر فورم للهيالورونيك اسيد البشره ينفع تمتصه وكمان تستفاد منه جدا.
ونيجي للحاجة المميزة برضو في التركيبة ان هم حاطين الانتوين، ودي مادة احنا بنستخدمها عامة عشان تضيع الالتهاب والحكة، فبالتالي السيرم دوت هيكون مميز جدا لاصحاب البشرة الحساسة ومناسب ليهم. يعني احنا كده قررنا ان السيرم دوت لجميع انواع البشرة وكمان ينفع للبشرة الحساسة. وخلينا نقول برضو ان في التركيبة الكومبو الجميلة دي في امينو اسيدز، شوية احماض كده ممكن تساعدنا على مقاومة الشوارد الحرة، بتساعد على سد البشرة، بتساعد على الترطيب، بتساعد على حاجات كتير جدا. فمن هنا اقدر اقول لكم ان فعلا تركيبة المالتي بيبتايد سيرم بلس هيلورونيك اسيد مميزة قوي. ولكن ايه الفرق بينها بقى وبين البافيه؟ وقبل ما اجاوب على سؤال الحلقه، خليني اقول لكم ان السيرم ده ينفع نستخدمه الصبح وينفع نستخدمه بالليل. بننضف وشنا كويس جدا وبنحط السيرم وبعد مرطب، مش محتاجين اكتر من كده. بالليل والصبح طبعا اكيد هنحط خطوه السان بلوك اللي لا غنى عنها. طيب ده معناه ان احنا ايه اللي ممكن نستخدمه تاني كروتين للعنايه بالبشره ضد علامات تقدم العمر مع السيرم دوت؟ لو احنا هنستخدمه المالتي بيبتايد حقيقي احنا مش محتاجين حاجه تاني، فانا اقدر اقول لكم ان هو كافي في الروتين. ولكن الاهم تعرفوا ايه اللي ما ينفعش نستخدمه مع السيرم دوت، لانه بمنتهى البساطه هيقلل عمل البيبتايدز. الحاجات اللي شركه دي اوردينري بتحذرنا ان احنا نستخدمها هي الدايركت اسيدز او الاحماض عامه زي الساليسيليك جلايكوليك لاكتيك، اي اسيدز عندهم في الشركه او من اي شركه تانية. ممنوع نستخدم الفيتامين سي، ممنوع نستخدم النيوسيناميد، وممنوع نستخدم الريتينول. عشان كده بقول لكم اللي هيستخدم السيرم ده مش محتاج بعده اكتر من مرطب عشان نبقى حافظنا على ابسط روتين ممكن بالنسبه للتجاعيد وعلامات تقدم العمر. وخلاص خلاص هقول لكم دلوقتي الفرق ما بين المالتي بيبتايد سيرم والبافيه سيرم. بمنتهى البساطه مفيش فرق. طب ده اوردينري عمل كده ليه؟ عشان يلخبطونا ولا ايه؟ ليه الاسم اتغير رغم ان التركيبه واحده؟ هم قرروا في الشركه ان هم يعملوا لاين كامل اسمه مالتي بيبتايد. كانوا عاملين منه اللاين الخاص بالشعر وهو المالتي بيبتايد فور هير دينستي اللي بيزود كثافه الشعر، وده برده اكيد هنتكلم عنه في حلقه قريب. وعملوا كمان المالتي بيبتايد فور لاشز اند براو بتاعه الرموش والحواجب، وبرده هنتكلم عنه قريب. واخيرا قرروا ان لازم يضيفوا حاجه للسكن الخاصه بالبيبتايدز برده في نفس وهي المالتي بيبتايد سيرم بلس هيلورونيك اسيد، اللي مكان البافيه اللي كان اسمه ما كانش واضح قوي. يعني الناس اللي مش بتفهم في السكين كير ما كانتش هتبقى فاهمه ايه المركبات اللي جواه بالظبط. ولكن دلوقتي بعد لما عرفنا من اسمه ان هو جواه بيبتايدز، هنبقى فاهمين وظيفته بالظبط بالنسبه للبشره. وبمنتهى البساطه ما فيش اي فرق، الموضوع تجاري بحت، فعشان كده تقدروا تستخدموا. اي حد كان بيستخدم البافيه قبل كده يقدر يستخدم المالتي بيبتايد سيرم بامان، او لو انتوا عايزين تجربوه جوه هاد انا بشجع على القصه دي. وبتجيلي اسئله كتير قوي ان احنا عايزين نستخدم سيرمز مصري ما تكونش غاليه، لان ده اوردينري ما بنلاقيش التوافر بتاعه عامه. اوردينري عامه متوافر اونلاين، او لو انتوا عايشين بره اكيد الموضوع هيبقى اسهل كتير من مصر. وفي مصر انا بجيب من كام حته كده هحطهم لكم في الديسكربشن بوكس، لو اي حد عايز يشتريهم مفيش اي مشكله خالص هيلاقيهم، واكيد هيبقى اوريجينال ان شاء الله. وبرده دلوقتي هحط لكم الحلقه بتاعه اهم سيرمز ايفا عملتهم الفتره اللي فاتت، لان جالنا عليها اسئله كتير جدا. وبرده اهم سيرم لوريال عملته الفتره اللي فاتت وهو الجلايكوليك اسيد او الجلايكوليك برايت، شوفوها ومستنيه رايكم واسئلتكم. ما تنسونيش في السبسكرايب واللايك والشير، واشوفكم في الحلقه الجايه.